طبعا مثل ما دا تلاحظون اليوم على السبورة كتابة جدا مهمة. هنا عندك عناصر بناء البيت وعناصر اللياقة البدنية. عناصر بناء البيت تحتاج المواد اللي تحتاجها البنائين والرمل والحصى والماء والتسليح اللي هو الشيش والخشب والطابوق والإسمنت وأساس المنزل. عناصر اللياقة البدنية أيضا كذلك هي المواد القوة والمطاولة والتوازن والتوافق والسرعة والمرونة، التركيز، الدقة، الارتقاء، التسارع، الارتكاز، التواصل، الاندماج، الذكاء، الإقدام، الإصرار، العزم، الروح والعقل والجسد. طبعا هذا شيء جدا جدا مهم مثل ما تلاحظون على السبورة. اللي يريد يبني، اللي يريد يشتغل، لازم يشتغل بصورة صحيحة، يشتغل على هذا الأفق وعلى هذا الشيء. واللي يحب يناقش بهذا الموضوع اتركوا تعليقاتكم واحنا نجاوبكم ونتباحث بالمعلومات. باي باي.